أكثر ما يجلب الحسنات الذكر. وأعطيك مثال وأختم في كلامي. إذا قلت مثلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، شفت الكلمة؟ يوضع في ميزان أعمالك وزن عرش الرحمن حسنات. كم وزن عرش الرحمن؟ مداد كلمات الله حسنات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكم هم عدد خلق الله؟ من يحصي؟ من يستطيع أن يحصي البشر والجن والسمك والطير والدود؟ كل عددهم تأخذ حسنات. هذا الذكر المضاعف.